الله أكبر، الدبابات، الله أكبر، عيون العالم شاخصة نحو حلب التي تشهد معركة المصير. فبعد أسبوع على اندلاع الاشتباكات في العاصمة الاقتصادية لسوريا، دخلت القوات النظامية السورية إلى حلب في عملية اقتحام لاستعادة السيطرة على الأحياء التي تتمركز فيها المجموعات المقاتلة من المعارضة. الدول الغربية التي تخوفت من حصول مجزرة جديدة في المدينة حذرت لأيام من دخول الجيش النظامي إليها، في حين كانت المعارضة تعزز وجودها في المدينة وتتمركز في مواقعها للتصدي للجيش النظامي. المعارك الأعنف كانت في حي صلاح الدين، حيث ثقل المعارضين، فحاصرته القوات النظامية من كل الجهات وأطلقت المروحيات، الصواريخ والنيران من الرشاشات، وسط سقوط قذائف المدفعية والدبابات. في غضون ذلك حذرت روسيا من خطر وقوع مأساة في حلب، معتبرة أنه من غير الواقعي تصور أن تبقى الحكومة السورية مكتوفة الأيدي في ظل احتلال المسلحين للمدن الكبرى. نحن بصدد إقناع الحكومة بأن عليها القيام ببعض البادرات الأولى، لكن عندما تحتل المعارضة المسلحة مدنا مثل حلب حيث يلوح خطر وقوع مأساة أخرى، فمن غير الواقعي تصور أنهم سيقبلون بذلك. فكيف يمكن أن تنتظروا في مثل هذا الوضع أن تكتفي الحكومة ببساطة بالقول لقد أخطأت، تعالوا وانقلبوا علي وغيروا النظام؟ على صعيد ثان، أعلنت وكالات الأنباء الرسمية أنه خلال تطهير قوات الأمن مناطق في ريف دمشق حررت خبيرين إيطاليين فقدا قبل أسبوع على يد ما وصفتها بالمجموعات الإرهابية.